اهلا بكم في قناه هدى جد للكروشيه والاعمال اليدويه. برحب بكل متابعي القناه. لو اول مره تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه بعمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل. يا حبايبي ازيكم؟ يا رب تكونوا بالف خير. ان شاء الله النهارده هقدم لكم طريقه عمل الشكل السداسي، وحده من وحدات الجراني بس بطريقه مختلفه على شكل سداسي. والطريقه دي هتكون اهداء مني للاخت العزيزه على قلبي من متابعين القناه، والكل طبعا متابعين القناه. هي كانت سالتني على الجروب بتاع القناه، كانت عايزه تعمل مفرش او سجاده على هيئه شكل سداسي، فكانت محتاره. ففي الحقيقه هي طلبت الطريقه، وانا دلوقتي بقول لها ان شاء الله انا بقدم لك الطريقه. ان شاء الله كده تكون سهله عليكي، واتمنى دايما ان انا اكون عند حسن ظنكم وثقتكم الغاليه فيا. حبايب قلبي، ونبتدي على طول. الشكل السداسي ده شكل من اشكال الجراني بس بطريقه مختلفه على شكل سداسي. حابه اقول لك في الاول، انا هستخدم معاكي خيط اليستيكرين بيبي. تمام، الخيط دوت صوف، وانا بشتغل بيه دايما النماذج اللي بقدمها لكم. ما تتأيديش طبعا بالخيط اللي انا بستخدمه، على حسب المشروع بتاعك انت هتعملي ايه وتختاري نوعية الخيط. يعني الاخت الغالية اللي طلبت الشكل السداسي لعمل سجادة، طبعا خيط الكليم انصحك ان انت تشتغلي بيه. خيط الكليم مناسب جدا للسجاد الارضيات. كمان عندي خيط المكرمية برضو ممتاز ممكن تشتغلي بيه، فما تتأيديش بالخيط اللي انا بستخدمه. ولكن لو حابة تعملي مفروشات بالنسبة للبيت، للسفرة، للسرير، فطبعا على حسب ما انت عايزة. لو حابة المشروع بتاعك تنفذيه بخيط شتوي، طبعا عندك الاصواف كلها. والصيفي طبعا عندنا الخيوط الصيفي زي الاليزديفا، زي كوتون جولد، كل دي، وطبعا الاقطان المصري، كل ده مناسب جدا للمشروع بتاعك. فانت هتختاري المشروع اللي انت عايزاه، هتحدديه هل انت عايزاه بس بنوع الخيط ايه. دلوقتي احنا معانا الخيط بتاعنا، وانا هستخدم معاكم ابرة رقم 3 والمقص علشان خاطر نقص بيه الخيوط بتاعتنا. واول حاجة هنبتدي كده هنعمل عقدة البداية بتاعتنا بالشكل اللي احنا عارفينه دوت، بان احنا بنسحب كده. انا سحبت كده خلاص، عملت العقدة البداية، وهبتدي اعمل 1 2 3 4، هعمل 4 سلاسل. تمام، وبعدين هاجي في اول سلسلة هنا خالص كده وابتدي اسحب بغرزة منزلقة علشان خاطر اقفل الدايرة بتاعتي. كده اتكونت عندي شكل صغير اهوت، دايرة صغيرة. تمام كده، بعد كده علشان خاطر ابتدي اول سطر هرتفع بتلاتة سلسلة، 2 3، وهيكون ده عندي اول عمود في الشغل بتاعي. هدخل جوه الدايرة وهسحب كمان خيط كده واعمل عمود بلفة. كده اصبح عندي عمودين. هنلف الخيط تاني وننزل جوه الدايرة ونسحب، نعمل عمود تالت. بعد ما عملت 3 عمود هاخد 2 سلسلة كمسافة، وهنزل تاني جوه الدايرة تاني وابتدي اكون برضو 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 بالشكل دوت. تمام، وهاخد مسافة 2 سلسلة، وهنزل تاني جوه الدايرة وهبتدي اكون مجموعة تانية مكونة من 3 عمود بلفة، 2 3 بالشكل دوت. بعدين هاخد مسافة 2 سلسلة، وهكرر الشكل كده بالطريقة دي، 3 عمود بلفة 2 سلسلة، 3 عمود بلفة 2 سلسلة، لغاية لما اكون عندي 6 مجاميع. يعني انا دلوقتي عملت 1 2 3، هشتغل كمان 3 مجاميع تاني زيهم، وهنتقابل هنا هو بعد كده عند ما باجي بقفل في اخر الدور رقم 1. فهكمل ونرجع نكمل مع بعض. وكده انا وصلت لغاية نهاية الدور، وزي ما قلنا كده انا كده كونت 6 مجاميع، وهاجي هقفل هنا اهوت في الغرزه رقم 3 كده في اول ارتفاع، وهنسحب كده ونقفل بمنزلقه علشان نبتدي الدور اللي بعده.
هدخل كده في هنا كده في الغرز كده، اسحب غرزة منزلقة، وكمان الغرزة اللي وراها اسحب غرزة منزلقة بالشكل دوت، هتقابلني الفراغ اللي في النص، هنزل جوه واسحب غرزة منزلقة. انا عملت كده علشان خاطر انا عايزة ابتدي الشغل بتاعي من وسط المجموعتين كده، تمام كده. بعد كده هنرتفع واحد اتنين تلاتة، وده برضو هيكون عندنا اول عمود في المجموعة بتاعتنا، وهننزل هنا نسحب كده نعمل عمود رقم اتنين، وهدخل في نفس المكان تاني كده وهكون العمود رقم تلاتة. بعد كده هاخد اتنين سلسلة وهنزل في نفس المكان تاني اكون مجموعة برضو من تلاتة عمود بلفة كده، واحد اتنين تلاتة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. يبقى انا كده هو اتكونت اول مجموعة عندي مكونة من تلاتة عمود بلفة، اتنين سلسلة، تلاتة عمود بلفة. بعد كده عشان اروح للمكان التاني هاخد سلسلة فراغ كده بالشكل دوت، وهلف الخيط على الابرة واروح لي هنا المكان السلسلتين اللي في النص دول وبين المجموعتين، وهبتدي اكون مجموعة تانية مكونة من تلاتة عمود بلفة كده، اتنين تلاتة واتنين سلسلة، وهننزل في نفس المكان تاني وهنبتدي نكون تلاتة عمود بلفة كده، عمود كده، العمود التاني والعمود التالت، وهاخد سلسلة كفراغ كده هوت او مسافة، وهبتدي اكون برضو نفس اللي انا عملته هنا، هبتدي اكرره لغاية نهاية الدور. يبقى انا في كل فراغ سلسلتين بين مجموعتين كده هبتدي اكون مجموعة مكونة من تلاتة عمود بلفة، سلسلتين تلاتة عمود بلفة لنهاية الدور. فانا هكمل نهاية الدور وبعدين نرجع نشوف هنقفل ازاي. ورجعت لكم حبايبي، وخلاص خلصت كده الدور رقم اتنين، وزي ما حضراتكم شايفين كده ده الشكل اللي اتكون عندي، ابتدى الشكل يبان اهو شكل سداسي. وهنيجي هنا هو نقفل بمنزلقة في ارتفاع الغرزة رقم تلاتة، فاقول ارتفاع عملناه بالشكل دوت، ويبقى انا كده قفلت الشكل بتاعي. علشان خاطر ابتدي بقى الدور رقم تلاتة هنعمل ايه؟ همشي منزلقة، هسحب كده خيط منزلقة في الغرزة التانية لغاية لما اوصل لغرزة النص، علشان خاطر انا دايما بشتغل في منتصف الوحدة بتاعتي او البتلة بتاعتي. هرتفع واحد اتنين تلاتة، وزي ما احنا متعودين ده هيكون عندنا اول عمود في المجموعة بتاعتنا، وهنلف الخيط كده وهننزل في نفس المكان هنكون مجموعة تاني من تلاتة عمود بلفة بالشكل دوت. بعد كده هعمل اتنين سلسلة وهنزل في نفس المكان تاني هكمل باقي المجموعة بتاعتي بتلاتة عمود بلفة. بالشكل اللي احنا شايفين دوت، تمام كده. سوري. بعد كده هوت هاخد سلسلة علشان خاطر اتنقل للغرزة اللي بعدها، هتقابلني هنا هوت المكان ده اللي بين المجموعتين اللي انا كنت باخد فيه سلسلة واحدة مسافة، هنزل جواه وهبتدي اكون تلاتة عمود بلفة، اتنين تلاتة بالشكل دوت. بعد كده هاخد سلسلة مسافة والف الخيط على الابرة وهتقابلني الزاوية دهيت، هدخل جواها وابتدي اكون تلاتة عمود بلفة بالشكل دوت. بعد كده اتنين سلسلة وهنزل في نفس المكان تاني وابتدي اكون تلاتة عمود بلفة تانيين كده، العمود الاول وانزل اشتغل كده اهو كده، العمود التاني وكده العمود التالت بالشكل دوت. بعد كده هناخد غرزة واحدة مسافة
هتقابلنا فين؟ هتقابلنا هنا اهوت. الفراغ اهو اللي كنت باخد فيه غرزه واحده، هلف الخيط على الابره كده وانزل جواه وابتدي اكون 3 عمود بلفه. بالشكل دوت. وهاخد غرزه علشان خاطر اتنقل للمرحله اللي بعدها. كده شايفين حضراتكم؟ يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ ابتديت هنا اهوت، ارتفعت 3 عمود بلفه وكملت المجموعه باتنين عمود، بقى عندي 3 عمود بلفه، 2 سلسله 3 عمود بلفه. بعد كده اخدت سلسله ورحت للمكان اللي بعده عملت 3 عمود بلفه، بعد كده اخدت سلسله ورحت تاني عملت زاويه فوق الزاويه دي 3 عمود بلفه، 2 سلسله 3 عمود بلفه. هنكمل بنفس الطريقه كده اهوت. مره مجموعه مكونه من 3 عمود بلفه 2 سلسله 3 عمود بلفه، ومره ثانيه مجموعه بقى 3 عمود بلفه بس. انا هنا في المجموعه اهي عملت 3 عمود بلفه، هاخد سلسلتين وهنزل في نفس المكان تاني. الوحده جميله جدا وسهله قوي، وهي تكرار ما فيهاش اي مشكله، وكل المبتدئين ان شاء الله يقدروا ينفذوا ويعملوا منها مشاريع تحفه ان شاء الله. هتاخد سلسله وابتدي اروح هنا اهوت اللي بعدها، هبتدي اكون 3 عمود بلفه بالشكل دوت. شايفين كده الشكل ابتدى يظهر ويبان. فانا هكمل بنفس الطريقه كده اهوت لنهايه الدور، وبعدين نتقابل عشان نشوف هنقفل ازاي. انا كده خلصت خلاص الدور، وزي ما حضراتكم شايفين كده ابتدى الشكل السداسي اهو يبان، السداسي اهو. فبصوا المنظر بتاعه جميل جدا جدا، وكل ما طبعا هرتفع بالادوار كل ما الشكل هيدي شكل اجمل واجمل. هنا خلاص انا خلصت اخر 3، وبعد كده اخدت السلسله، ما ننساش السلسله، وهنيجي برده هنقفل هنا في ارتفاع اول 3 سلاسل، بنسحب كده بمنزلقه تمام. وعلشان نبتدي السطر الجديد هنمشي بمنزلقه، خلاص احنا تعودنا بقى خلاص بمنزلقه كده بالغرز لغايه لما نوصل للنص بالشكل دوت. وهبتدي ارتفع 1 2 3 سلسله، وزي ما قلنا ده هيكون عندنا اول عمود. وهنلف الخيط على الابره وننزل في نفس المكان تاني، هنبتدي نكون 3 عمود بلفه بالشكل دوت. كده بقوم عندي 3، بعد كده هاخد 1 2 سلسلة وهنزل في نفس المكان تاني اكمل باقي المجموعة بتاعتي. كده عمود 2 3 بالشكل دوت. طيب بعد كده اهوت هاخد السلسلة والف الخيط على الابرة، هيقابلني هنا اهوت في الفراغ ده اللي كنت باخد فيه سلسلة في الدور اللي قبله، هدخل جواه كده وابتدي اكون 3 عمود بلفه، 2 3 بالشكل دوت. بعد كده هاخد سلسله هيقابلني تاني هنا اهوت لسه فيها اهوت، بعد التلات عمدان في فراغ سلسله، هدخل جوه كده هنا برضو وابتدي اعمل 3 عمود بلفه بالشكل دوت. شايفين حضراتكم؟ يبقى هنا السطر ده هيبقى عباره عن مجموعه مكونه من 3 عمود بلفه 2 سلسله 3 عمود بلفه، وبعد كده اهوت 3 عمود بلفه لوحدهم، وبعد كده 3 عمود بلفه. كل ما هرتفع بالادوار كل ما هتزيد ال 3 عمود بلفه هنا، يعني هنا السطر اللي قبله كان واحد، بين المجموعتين كان 3 عمود بلفه، السطر اللي بعد منه بين المجموعتين هيكون في 2 3 عمود بلفه، السطر اللي جاي كمان بين المجموعتين هنلاحظ ان 3 عمود بلفه، وهكذا لغايه ما تشوفي المربع انت عايزه تعمليه مقاسه كام في كام تمام. فهنشتغل كده اهوت. هنا انا خلاص خلصت 3، وهاخد سلسله وهلف الخيط هنا اهوت، هتقابلني بقى كده دي مجموعه، فابتدي اكون فوقيها مجموعه زيها بالظبط، عباره عن 3 عمود بلفه 2 سلسله 3 عمود بلفه. كده 2 عمود 3 2 سلسله، وانزل في نفس المكان تاني واكمل باقي المجموعه 3 عمود بلفه بالشكل دوت. شايفين حضراتكم؟
يبقى انا هستمر كده اهوت لنهايه الشكل بتاعي، ونتقابل في الاخر هنا عند ما نيجي نقفل كده. حبايبي ده الشكل بتاعنا، شايفين الشكل بقى جميل ازاي؟ شكل سداسي جميل جدا، ولسه طبعا لما تكبروا كمان تشتغلوا ادوار تانية هي طبعا هيبان اكتر واكتر. نهايه السطر ان انا هنا اهوت خلاص بقفل في الغرزه رقم 3 هنا كده في الارتفاع زي ما احنا متعودين، وبسحب منزلقه عادي خالص تمام. وبعد كده اهوت هنخش تاني منزلقه كده واحد اتنين كده اهوت، ولو انت طبعا هتكملي فهتخشي هنا وتكملي تاني وترتفعي بالادوار التانيه، لو كده اهوت خلاص هتاخدي منزلقه وتقصي الخيط، وبكده اهوت ده الشكل بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده. وبكده اهوت يكون خلص فيديو النهارده، وبشكركم جدا جدا على المتابعه، واتمنى يكون الفيديو عجبكم والشرح كان سهل وبسيط عليكم، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات جديده تانية. مع السلامه.